اليوم نحكي على موضوع الساعة العنصرية في تونس، وضيفتي السيدة سعدية مصباح رئيسة جمعية منيم تي. طلع 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 وفي الاخر ما فما شيء. ناس تحكي على موضوع، تحكي على عنصرية، تحكي على كذا. موضوع الساعة ماهوش العنصرية، ما فما شيء. موضوع الساعة على رسالة قدمتها رئاسة الجمهورية على المواطنين اللي جايين من جنوب الصحراء من غير اوراق، ما همش كان هما. علاش هما؟ علاش نستهدفوهم هما برك؟ منها هي من المفهوم هذا خرج الخطاب العنصري. احنا اليوم ما تجمعناش على العنصريه اساسا، تجمعنا على خطاب اللي ما يمثلناش، اللي ما يمثلش تونس. فقط سؤال وانت تجاوبني. قل اذا كان رئيس الجمهوريه طلب وقال انه الناس اللي موجوده بين وثائق بدون وثائق ثبوتيه وبلاش اوراق ودخلوا وحارقين في بلادنا وقاعدين، فما شكون يرقد في الشارع، فما شكون تورط في جرائم، فما شكون معناتها تجاوز القانون، وكل واحد وشكله قال لازم نثبتوا القانون ونطبقوه وتونس مفتوحه للهجره النظاميه مش للناس هذوما. شنو المشكل؟ نعمل له هك تعظيم سلام على خاطر كلام كلام واضح ما يستهدفش المشكله. وقت اللي تستهدف انسان، شنية هي التمييز والعنصريه؟ وقت اللي تجي تميز انسان على انسان. توا ليا ناس في تونس خرجت لنا دي شيفر متقاربين ياسر لبعضهم. هاو باش نعطيك مثال، افريقيا نقولوا فيها 54 دوله، نقولوا 40 ممثلين في تونس، فيهم 36%، وشمال افريقيا اللي فيها اربع بلدان برك فيهم 35%، وانت يحسب وحدك. المشكل مش في الارقام، المشكل في تسييس القضيه وفي جرها الى مربع احنا تونس في غنى عنه. الموضوع كان ربما في القضاء على التجاوزات، ونسمعوا بكنايس غير قانونيه وانبياء وبث ديانات لا انزل الله بها من سلطان في بلادنا. طبق القانون، كان عندك قانون طبقه. حتى حد ما يحب السوء لتونس وما تنجمش تجرني في حاجه هكا. انا نقول لك طبق القانون، اما طبقه بطريقه اللي تتماشى مع حقوق اي انسان. كل انسان عنده الحق في قضيه عادله، ما همش كلاب باش تجرهم هكاك وتعمل لهم اللي قاعد يصير. سمحني من حقك باش تقضيهم. الكلمه اللي قلتها انت، من حقك احنا نخجلوا على بشر وما من حقك باش تقضيهم، اما تكون القضيه عادله. كل انسان عنده الحق باش يقف قدام الحق في قضيه عادله. من حقك تقول ما يساعدنيش، ما فما حتى مشكله، اما مش بصفه هذيه. شو معناتها انت تعطي اعطيت الفيفير للناس بالهمجيه يضربوا فيهم، يدخلوا لهم في الديار ماضي ساعه وماضي ساعتين تاع الصباح؟ قال معامله حسنه وطيبه. لشكون؟ للي عندهم اوراق واللي ما عندهمش اوراق. لا لا لا، الناس الكل. ما قالش ما عندوش ما تعملوش بالحسن، بالعكس. وقتاش هذا؟ في الديسكور الثاني، على خاطر الديسكور الاول صار برشا حاجات فيه. انا نقول لك حاجه سيد الرئيس، تعمل اللي تحب، ولا سيكوريتي نتاع تونس ولا بيرينيتي نتاع تونس قبل كل شيء، قبل الافارقه جنوب الصحراء وقبل كل حد يدخل لتونس والله اعلم شنو نيته. من حقك ومن واجبك باش تحمي بلادك، اما باش تحميها بطريقه اللي كمان تتعادل مع حقوق الانسان. من يحمي الافارقه من الجمعيات التي تتمعش منهم، من الجمعيات اللي تلعب بفلوسهم؟ جاوبيني على سؤالي مدام، انت رئيس جمعيه. لا انا رئيس جمعيه، ما نعرفش اللي انت قاعد تحكي فيه. نتمعش وفلوس وما عندي حتى فكره على المنظمات هذم، ممكن انت تعرف اكثر مني. انا ما عنديش عليهم فكره، المنظمات اللي تحكي عليهم انت اللي في الخفاء انا ما عنديش عليهم حتى فكره. نحكيوا على عشرات الجمعيات في تونس، مش جمعيه. نحكيوا على عشرات. كنا نحكيوا على الاف الجمعيات. تتمعش على الاف منهم. الجمعيات شكون تتمعش منهم؟ ما نعرفش. أنا نعرف اللي يتمعشوا منهم الناس اللي في الحدود مثلا، على خاطر كمان تونس ما فيهاش حدود، أهم الحدود نتاعك. عصابات هذيك، عصابات التي تتاجر بالبشر. تاجر بالبشر، عندك هيئة، عندك هيئة، عندك هيئة متكلفة بهذا. مثلا العبد يعرف ما
من طرف شكون وعلى شكون يدافع. نعرف بالطبيعة نعرف مدام. نعرف من يتمعش ومن يتلاعب. علاش وليه؟ تسأل فيا مادامك أنت تعرف؟ رئيس جمعية علاش تسأل فيا؟ نسألك أنا رئيس جمعية بالطبيعة، نسألك رئيس جمعية. مانيش ملمة بالفساد اللي موجود في تونس، أنواعه كثيرة. علاش تنشط الجمعية؟ أنواعه كثيرة الفساد وأنا ما نعرفوش الكل. ما جو سوي بيرسون انتيغر. ضد اللي قاعدة تشوف فيه هالأيامات الكل سوغ لي ريزو سوسيو، أنا بيدي قاعدة نرى فيه. أنا بدي نرى فيه كيفاش يحطوا تصويرتي ويركبوا عليها صوتي ويلموا من كل فيديو شوية شوية. أنا مانيش منهم وأنا تونسية. أنا تونسية وبلادي تهمني قبل كل شيء. القول الحقيقة مهم جدا. ولا بيرينيتي دو تونس تهمني قبل كل حاجة وكل حد. داكوردو أنا تونسية جذوري إفريقية محلاني في القارة متاعي وفي تونس اللي عطات اسمها القارة كاملة إفريقية.